نحييكم مستمعينا وما كنتوا عم تتابعونا عبر اسير راديو صوت فان بلبنان والعالم وعبر فئر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه براديو صوت فان في الوقت مستمعينا يلي عم نشهد فيه تطور متقدم وسريع بالثورة الرقمية والتكنولوجيا نتيجة التقدم المتسارع في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هالأمر هيدا طبعا أدى لاعتماد تطبيقات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي لليوم بات حديث الحدث ويلي بلش يشكل بحياتنا هاجس كتير كبير من وراء هيدا الموضوع على الرغم أنه نحن نؤمن بأنه للذكاء الاصطناعي له إيجابيات بمكان معين ولكن التاثيرات السلبيه هي بتبقى اكثر لانه اليوم عده تساؤلات فينا نطرحها من خلال هالاشكاليات هيدي شو تاثير الذكاء الاصطناعي على دور المعلم في عمليه التعليم في عمليه في العمليه التربويه بشكل عام شو تاثيره على الوظائف اليوم آه ما هي المخاوف الاخلاقيه نتيجه التمادي بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المعلوماتيه اذا ما تم استخدام كل هالوسائل التواصل والتكنولوجيا المتقدمه بطريقه شفافه وواضحه دور المناهج والبرامج التربويه هل نحن بحاجه لتعديل كيف نحن نواكب المرحله القادمه اسئله عديده تطرح نفسها لهيك سمحنا لحالنا اليوم نسلط الضوء على مبادرات عديده بالمواضيع التربويه لسما فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وغير ذلك اليوم بشرفنا تكون ضيفه عزيزه دائما هي بصدفان اختنا وزميلتنا دكتور ريما يونس اللي هي رئيسه الجمعيه اللبنانيه للتجديد التربوي والثقافي الخيريه يلي اللي هي اطلقت عده مؤتمرات ان كان بلبنان ان كان باربيل عاصمه كردستان العراق وايضا بالاردن وغيرها من الدول عم تشتغل ايضا مع السفاره الفرنسيه عم تشتغل مع كثير مدارس ومعاهد وجامعات كلها فيما يتعلق بموضوع التربيه لانه انا فيني اسمح وحقول لحالي إذا ما قدرنا خلقنا شبكة تربوية متماسكة تراعي التطور الجديد بالثورة الرقمية ما بعرف النظام التربوي لوين رايح وهيدا آخر بوصل لنا بهيدا البلد دكتور ريما أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك أستاذ ليا وشكرا على المقدمة الكتير حلوة اللي عملت هيك جمع لكل شيء عم نعمله ولمتابعتك الحثيثة لكل الأنشطة التربوية والثقافية والإنسانية يعني شقوا كل شيء عم تعملي الله يخليك دائما عم تتحفينا ب بهالمبادرات اللي عم تقومي فيها يعني اليوم بداتي من لبنان صرتي بالشرق الاوسط عم بعدين بالله. عم ننطلق للعالميه قبل ما ندخل بالتفصيل هالمؤتمرات يعني هل انت بتوافقيني بالشيء اللي انا قلته ريما 100% اذا نحن ما جرينا العصر المشكله انه العصر صار قدامنا او مش هو كمبيوتر ولكن نحن استعمال الكمبيوتر والتكنولوجيا بشكل صحيح هو ممكن انه ياثر صح على النظام التربوي وعلى تلاميذنا مشان هيك نحن مثل عم نعمل مبادرات اكثريتها هي مبادرات خيريه كمان لنقدر نكون عم نتابع مع الدوله عم نتابع مع مع المنظمين للامور التربويه بالعالم العربي ولبنان كل الشيء اللي ممكن انه يخلي هالتلميذ يكون المحور ويتقدم اكثر ويكون هذا النظام التربوي عم بحرك فيه يكون انسان بفكر انسان متحرر انسان مواطن انسان صالح يقدر يكون بالمجتمع يفيد مجتمع وعنصر فعال بتلاقي مجتمعنا قادر يواكب هالثوره الرقميه الخطيره والذكاء الاصطناعي اللي طلعوا لنا فيه هلا هلا هي القصه اه نحن مشكلتنا في ناس عم تواكب اه استاذ ليا في ناس اه عم تشتغل تجاره بالموضوع هون القصه هون الاشكاليه اللي المخاوف طبعا يعني اذا بتروحي على فرنسا ما بتلاقي هالقد حمينا للشعارات ونحن عصر رقمي بس هن عصر رقمي ماشيين بهدوء ماشي الحال يعني اوقات بتلاقي بني في اسانسير اوقات ما بتلاقي اوقات بتلاقي مطرح ما في لابتوب اوقات بتلاقي عادي جدا وماشيين بينما عنا بالعالم العربي صار في تجاره احيانا بالموضوع يعني في ناس بتساليهم ما بيعرف يجيبوك انه انا مثلا انا مفوت بامور مثلا بالذكاء الاصطناعي شوي بالتعليم عم فوت شوي شوي عم درب حالي لا اقول انه فتت شوي بهذا الموضوع ولكن في ناس عم تفوت بالتجاره شركات تجاريه مثل لما صارت قصه الكورونا ليا العالم كلها راحت على الفاكسان صارت تجاره بالفاكسان تجاره بالماسك تجاره هلا نفس الشيء نحن بمطرح والمشكله هي بالدوله عن هذا الموضوع انه المخاوف اللي عم نحطها نحن هل هي الدوله عم حتى تشوف انه عم يتاجروا موضوع التكنولوجيا الرقميه او التكنولوجيا والتعليم مثلا فمن هون بقول في ناس مثلنا عم تشتغل شوي شوي نقطه نقطه بهذا الموضوع لانه بالنهايه نحن بدنا ابتكارات بدنا انسان مبادر بدنا انسان بالعصر الرقمي بدنا انسان بالعصر الذكاء الاصطناعي ولكن ما عليه بده الانسان يبقى انسان بدنا نحافظ على خلفيته الانسانيه يعني هلا قلتي انت عن مؤتمر اربيل انا بقلبي ما فتت كبس تكنولوجيا فتت انه انا هالمناهج الجديده اللي عم تتحدث بكل العالم منهم على سبيل المثال لبنان بمعيه البروفيسور هيام اسحاق رئيس المركز التربوي نحن بدنا هل عم تجاري العصر الرقمي بس مش معقول تجاري العصر الرقمي ولا تجاري الانسان يعني مش معقول انا حتى مناهج ما بدي اخذ بعين الاعتبار فيها الانسان مشان هيك نحن بنقول هيدي الاشكاليه اللي عم تطرح واللي عم يطرحوها كمان مركز التربيه وهي لبناء الانسان بناء فينا هو الانسان اذا انا بدي اشتغل التكنولوجيا ما بدي فيها يكون في انسان انا روبو مش انا ما بدي اياها يعني انا كنت عايشين من 100 سنه عشنا عايش واجدادنا و30 سنه و40 سنه ونحن عشنا بظل حروب كثيره وطلعنا الحمد لله ماشي حالنا مثقفين انا بدي انسان مثقف مبتكر عنصر فعال بيعتمد على انسانيته على مهنيته وعلى التكنولوجيا الرقميه اللي بتساعده مش هي بدها تحل مطرحه هي بتساعده فمن هيك كان عنا هيدي المؤتمرات اللي حضرتك ذكرتيها دك بأربيل أي مطلع حيبلش كنا عم نشوف نعم صور الشيش. كتير حلوين ميرسي لك وانتم معنا طبعا حضرتك استاذه ليا معنا بعد اللجنه العلميه والاعلاميه كمان بمؤتمراتنا بالاردن واربيل على طول انت معنا نحن حضرتك كمان بتمثلي جمعيه معينه فنحن بهمنا انه على طول هذا التعاون لانه هذا بيأثر ايجابا علينا مؤتمرنا باربيل ب2 و3 اب اوغست اللي عم من برا حينعقد بفندق جهينة حضوريا وعبر زوم فندق جهينة هو عن المطار حوالي 7 8 دقائق كمان هو اصحابه لبنانيين للعلم نحن <applause> <applause> uh, معي رايح معي 15 حدا من لبنان بالرغم من كل الازمات الحمد لله الناس بعدها بلبنان حابه انه تكون عم تشارك بمؤتمرات لانه فيها تقدم في ناس بس حضور في ناس بابحاث ومعنا برعايه البروفيسور أسحار. هي اسحاق رئيس المركز التربه حتكون كمان متواجده حضوريا هي حتفتتح المؤتمر لمده يومين وهذا بيثبت انه لبنان موجود برجع بقولها انا عم بكرر الكلمه هيدي صارت عندي عباره موجود وعلى الوجهة الإعلامية والثقافية والعلمية والاجتماعية بالرغم من كل التحديات والدليل أنه إحنا معنا 15 حدا رايح من لبنان أدمين أبحاث يعني المؤتمر بجزء كتير كبير منه لبناني لا في منه عراقي في منه معنا مغاربة ولكن في لبنانية كتير حبوا أنه يغيروا يكون المؤتمر دولي أكثر برا بأربيل يمكن لا يعملوا سياحة وهذا حلو هذا هو الهدف الثاني من المؤتمر غير العلمي كمان أنك تعمل تعمل هذه السياحة وتبادل و... الثقافات والخبرات الحمد لله معنا أساتذة من جامعة عدة من الجامعة اللبنانية جامعة القدس يوسف الجامعة الإسلامية جامعة الجنان وعندنا طلاب دكتوراه الحمد لله بهذا الشيء نحن بهيدا المحاور الأساس هو مثل قلت لك الإبتكار المناهج اللي تتعلق باللغات تتعلق بالمواد الرياضة التاريخ الجغرافيا المواد اللي تتعلق بالتدريس الدين والفنون مثلا وكيفية العمل على إنه تكون هذه المناهج منا منفصلة عن بعض يعني الرقم يكون موجود بكل ماده مش هو ماده لوحدها عم ندرسها يعني انا عم صب اهتمامي انه الولد يكون عم يهتم انه يشتغل بالتكنولوجيا بالمناهج الموجوده الدرب على هذا الموضوع ولكن بطريقه تخليه يعرف انه هو بكل المواد اللي اخذها بالمدرسه كل الهدف الاساسي المواد الاساسيه بتصب بانه يكون انسان مبتكر بنهايه المطاف طبعا هذا المؤتمر الاول باربيل اي سؤال عالش. انا جهتك هلا استوقفني حديث لك لما حضرتك عم تتحدثي عن موضوع التاريخ وهالامور هيدي بعض المواد انا في طلاب بيسالوني يعني انا كمان رئيسه لجنه الاهل باحدى المدارس بيسالوني انه مدام ليا انه ما نضلنا ندرس تاريخ ما نضلنا ندرس هالمواد الرياضه الا ما هنالك هلا طبعا إحنا بحاجه لتطوير مواد بالتاريخ ندرس تاريخ, تاريخ بلدنا تاريخ استقلالنا الحقيقي المواطنيه انا هيدي بحبز نكون يكون في كتاب اسمه عن المواطنه تمام نرجع ندرس عن تاريخ القديم وجمال باشا والعثمانيين والانتداب انه بيطلبوا بتطوير المنهج هذا من جهه من جهه ثانيه كان عنا كل هالمواد اللي حضرتك ذكرتيها انه بكون تطلعوا تتباحثوا بتطويرها وكيفيه مراعاتها للمناهج مم. الجديده وين نحن بدنا نصير بين هالمواد والذكاء الاصطناعي الخطير؟ ما هو هذا اللي بدي انا حجاوبك على السؤال السؤال كثير مهم عن التاريخ والدين. آه الذكاء الاصطناعي ما بدنا يكون مادي لوحده انا ما انا بحب على طول يكون بالمواد يعني مثل ما طلعت قصه المواطنيه من سنين في جامعات صارت تدرسها مادي لوحده لا في جامعات مهمه حطتها ضمن المو... ضمن يعني حطتها بالماتيرات اللي هي عم تعطيها لانه هي اساسيه هي مادة أساسية ولكن مدي لازم أساسي. تدرس بك يعني بالفرنسي لازم يكون في مواطنين عم يشتغل عليها بالإنجليش بالتاريخ بالجغرافيا بالدين بال بالرياضة وكنا بنعرف التاز اللي عملها بيردا كاش جامعة يوسف حكى عن القيم اللي بتنجمع من الدين والمواطنية قد الدين بيعطينا هيدي المواطنية فهي لازم تكون بكل المواد مجمع. ولكن المشكلة ولا لما سألك هذا الطالب هو سؤال ذكي ومشروع لأنه هو عم يدرسوه تاريخ حفظ أنا ضد هالشيء والدين حفظ طب انا بدي لك الاديان اللي نزلت المسيحيه والاسلاميه وغيرها هل في حدا في من اديان شيء بيدعي للاذى الاخرين؟ هل في دين بيدعي ل... لا لل... أكيد للقتال ولا لا, لا, لا ما في بيدعو للحب وللمحبه، كل الاديان اللي موجوده اذا بتقرا بنقرا واللي عامل ابحاث بيعرف انه الاديان كلها دعت للامور الايجابيه، ولكن هن بيقولوا بدك تروح تحفظ ان كان هون ولا هون لانه عم يدرسوا بطريقه تقليديه ليا، كمان التاريخ هن حفظوه اياه بس لتروح تعمل امتحان رسمي. ومشكلتنا بلبنان هذا بعدين اللي انا وياك قاعده انه بكل منطقه في عنا تاريخ نحن في تاريخ بس في تاريخ من بلتي موحد صحيح نحن عنا بلبنان بيقولوا لك انه نحن احنا... نحن اللي سقطوا بالحرب هالشهداء ونحن هون شهدائنا هون انتم لا قتلى هايدي هيدي عند رب العالمين كل شيء مش عنا لا يعني مش نحن اللي <applause> بنقيم بس هو التاريخ في وعشي شيء بيجمعنا استقلال لبنان قد ايه ناخذ عبره انه ما شي في حرب اهليه مره ثانيه قد ايه ناخذ عبره انه انه المقاومه اي مقاومه بدها هي تروح الاحتلال وقد ايه لازم إحنا انتم عم تحكوا عن موضوع انه قد ايه اللي عم بيصير بغزه وبعيد الامور هذا كله لازم يكون عم يجمعنا يعني حتى لو كان في بكل منطقه تاريخ بس في عقلها في بعض الامور اللي بتجمع هذا البلد يا عمي اللي هي بتقول لك انه الاخر قد ايه ساعدنا بعض نحن بالمقاومه لما كانت الفرنسويه هون ساعدنا بعض كنا اسلام ومسيحيه مع بعض وقد وقد مع مهلأ. هلا شوي استطردنا يعني مادة التاريخ موجودة لا لنطرح الاشكالية اللي طرحها التلميذ نحن مطروحة عنا بس أنا بس أنا, بس أنا بحب إنه آه نعطي مادة المواطنة مادة أساسية لأنه أنا إذا ما عندي مواطنية ما عندي انتماء لبلدي ولا لأرضي ولا لبيتي ولا لأي لأ شيء بيخليني طبعًا. على علاقة وطيدة بالبلد الأمية اللي أنا نشأت فيه طبعا هيدا من جهة من جهة تانية برأيك قديش أنه اليوم المدارس والمعاهد والجامعات قادرة أو عندها المقدرة تواكب يعني شو هي آلية التطبيق يعني اليوم المدارس عم تسأل يا عمي شو شو الذكاء الاصطناعي كيف بدنا نتعامل معه شو هي آلية التطبيق هل أنه رح تخرجوا عن صمتكم بهالمؤتمرات وتعلنوا بالاجهار بانه كيف بده يصير في تطبيق لهالمواضيع هيدي؟ لقلك شيء العالم خايفين انه الذكاء الاصطناعي يحل مطرح الانسان، يعني مرح. هو بيصير هلا بكره ايه بتطلع حدا شخص <applause> ممكن ما طلع هذيك المره بس الانسان التاتش الانساني موجود <applause> يعني انت ما حت تقدري تتحملي في امور انت ما بتتحمليها ليه لانك انسان كثير من جوا مهنيه هيدا اللي من منه العالم عشان هيك نحن بالذكاء نحن عم ناخذ الامور الايجابيه نحن بالنهايه الذكاء الانساني الاصطناعي انا بجاوبكوا له ذكاء انساني كمان حكى الدكتور طلال ابو غزال عن الموضوع حنحكي كيف حكى انا بقول انه الله سبحانه وتعالى خلقنا لنحن كمان نكون وسيله لنعمل لن... شيء ثاني طلع الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي هو بيسهل الامور الحياتيه مش موجود لي مثلا لواحد يغش لما يعمل بحث بيروح على الذكاء زكاة... على جي بي تي مثلا او بدها تعمل رساله دكتوراه او رساله ماجستير عليها، هو ذكاء اصطناعي خلي... بالض... بالطب ليساعدنا بالطب العمليات لل... في امور امور خاصه بالعمليات الخطره مثلا يساعدنا بدروس الاولاد مثلا اللي هن عم يشتغلوا مثلا بالتكنولوجيا كنا نحن بس نفوت حصه تذكر حصه الكمبيوتر نقعد هيدي الساعة هلا صار موجود بكل المواد هيدا الموضوع يعني أنا كيف استفيد إنه أنا حسن التعبير الكتابي اللي إلي من خلال الذكاء الاصطناعي، شوف التاريخ أكثر من خلال الذكاء الاصطناعي، شوف الفنون أكثر من خلال الذكاء الاصطناعي، يعني هون بالعكس نحن عم نطلع عن صمتنا بالامور الايجابيه لانه في ناس انا ما بحب ليا انت بتعرفيني انا وياك نفس التفكير انا ما بحب التطرف يعني لاني ايجابيه كتير بالموضوع ولا اني سلبيه كثير انا بقول في اشكاليه بموضوع الذكاء الاصطناعي مشان هيك نحن عم نطرحه بالمؤتمرات اللي في ولكن الاشكاليه تتحمل, تتحمل النقاط السلبيه والنقاط الايجابيه يعني انا ما في روح بس اقول هيدا بدي حل مطرح الانسان هيدا انتم عم تجوا ضد رب العالمين هيدا عم... لا مين قال انه هلا الموضوع هلا تدمير المجتمع ما خصو بالذكاء الاصطناعي في ناس يعني بتقلك لك انه نحن شو بدنا بهالخبرية الانسان هو المشاكل كانت موجوده اللي على ايامنا نحن إن يعني انا هلا عمري 44 سنه عمري كله والعمر قلت هلا قلتي عمرك على الهواء على الهواء <applause> كان في مشاكل بس ما كان حدا يحكي فيها كان عنا مشاكل كمراهقين ما حدا يحكي فيها بنسترجي نحكي فيها صح. يعني احنا اذا كنا كنت انا انا بدي اعطيكي مثل الله يرحم امي احنا كنا بمدرسه حد البيت اذا انا غيرت الطريق انا عيش الازمه كيف غيرت طريق البيت ورحت من طريق ثاني مره كمشتني ماما انا مغير الطريق قامت الدنيا في كان عنا مشاكل قبل ما كانش حدا يطرحها يعني كان في مشاكل نعيشها كان في مشاكل انا لازم اكون مطيعه لاهلي 100% وطلعنا مجتمع مطيع لا اجى الذكاء الاصطناعي شويه ثوره انه مواطنيا نشتغل عليها يعني نفكر نحن نقول لا في بلدان عربية ما بتقول لا نحن بلبنان نقدر نقول ايه نقدر نقول لا ولماذا في تعبير في تعبير فيه من الذكاء الاصطناعي هيدي ثورة الذكاء الاصطناعي ما بقول ثورة هو من سنة 52 موجود مصبع. بس ما حدا حكى فيه يعمل يعني التعليم المدمج كان موجود من زمان لما صار مرض الطاعون عفوا بال 52 صار في مرض معين حطوا يوتيوب صاروا يدرسوا عفوا صاروا يدرسوا على الفيديو الاولاد من منطقه لمنطقه يعني كان كله موجود بس ما كانت العالم هلا هلا ظهر للعالم بطريقه واضحه مثل ما قلتي راحوا في تجاريا اكثر بلوتو اكثر تجاريا فهيدا نحن رايحين لا نحن رايحين نشتغل فيه بالتعليم وبالامور <applause> الطبيه اكثر في في اوراق بحثيه مهمه أنا طبعًا بس رح تتقدم بيها ونحن ما بنقبل الا يكون في باوربوينت اهم اساتذه معنا صراحه بكفي فيك يعني حنحكيها الاستاذه البروفيسور دكتور هيام اسحاق طبعا مع اساتذه نحن هذا المؤتمر عاملينه كجمعيه برعايه اتحاد برعايه رئيس اتحاد الجامعات الدولي البروفيسور الغباني طبعا عندنا اساتذه مهمين جدا بهذا الموضوع مهمين مثلي عم يفكروا باشكاليه انه والسلبيات، تعليم اللغه الفرنسيه كيف نقدر نعلمهم من خلال الذكاء الاصطناعي انت بتعرفي قد في صعوبه لتعليم اللغه الفرنسيه فهيدا حيكون الابحاث حتنشر بالمجال العربي للنشر العلمي شبكه النخبه للنشر العلمي طبعا ومن اثنين وثلاثه ان شاء الله بيكون عندكم التوصيات باسرع ما يمكن باذن الله هلا من اربيل بكون تنتقلوا على الاردن كمان الموضوع انا بجي نفسه. بروح من اربيل زياره دينيه شوي على العراق وبضلني جاي الوفد من واحد لاربعه انا باقي شوي لانه عندي كمان شغل بالعراق فمدنا رايحين بخلص بيجي يومين على لبنان بنروح على الاردن طبعا الاردن انا اول مره بزورها حابه كثير انه كان انه يكون في عندنا محطه هنيك جمعيه برعايتي يعني انا هالمره برعايه الجمعيه ورعايتي من تنظيم شبكه النخبه للنشر العلمي ومركز رمح بالاردن استاذي امل هي بشبكه النخبه اكيد بتعرفين أنه حكينا نحن إن اليوم اشتغلنا نحيون كثير يعني عاملينه باوتيل فنر بالاس عمان حيكون كمان عن البحث العلمي البحث العلمي انت بتعرفي انه نحن في عنا مشكله قال هذيك مرة دكتور عدنان الامين احنا عندنا انتاج الفراغ يعني نفس المحاور عم تتكرر نفس ما في علم ما عادش في علم مثل ما قلتي هيدا مش موجود مثل ما كان قبل للاسف نفس اللي بتلاقي مثلا هيدا, هيدا التلميذ البحث هو ذاته رفيقه عملوا افكار هي ذاتها فينا نكون نفس البحث ولكن مقاربه مختلفه مش موجوده بقى البحث العلمي بدو الذكاء الاصطناعي اكلها لانه صرنا نروح على شات جي بي تي اوقات ما بتكتشفي التزوير اللي بيصير او شيء فانت ما بيكون بيكون عندك تم... شخص عم يعمل ابحاث بنفس السنه طب يا عمي كيف عملتهم كيف قدرت تفكر بهالثمانيه فمشان هيك حتى لو أنتجت بحث اذا ما كان يقارب الواقع وفي تجدد هيدا يعتبر في انتاج فراغ استاذ نعم. فراحين على الاردن معنا طبعا انا بحب اقول بالمؤتمرين معنا شركاء من جامعه القديس يوسف، الجامعه الاسلاميه بلبنان، الجامعه العربيه المفتوحه، مؤسسه الدكتور طلال ابو غزاله، عندنا تلفزيون مريم حضرتكم موجودين معنا، يعني عندنا شركاء اتحاد الجامعات الدولي، شركاء كثير كثير مهمين معنا جامعه ايتم، معنا المعهد الفرنسي للتربيه التقوميه حطيناها هون كمان، معنا اكاديميه خطوه يعني الحمد لله شركاء مهمين متواجدين معنا وبهمنا كمان مجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع لانه التكنولوجيا عم تفوت هلا بالاعلام كمان وغيره بس تكنولوجيا عم تدخل بالاعلام بس اي تكنولوجيا هيدي يعني اه. بعدني كنت عم بحكي معك كريمة تحت الهوا انه بتزعلي انه امورنا صارت كلها هيك مفضوحه على السوشيال ميديا حياتنا الشخصيه كلها صارت منشوره بطل في شيء انه يكون عنده الانسان كثير سريه بحياته طبعا. كثير بس اذا أه حدا بده ياخذ مصاري يعني انا بشوفها كمان هذا هذا الثوره لأ انا ما خطي... انا حتى انستغرام ثوره رقميه خطيره إيه هذا السوشيال خط... ميديا لا والاكثر م... مين اللي عم يعمل هذا الشيء استاذيه المثقفين والكبار يعني مش مراهق غلط غلطه يعني بدي انشر غسيل حياتي الخاصه على السوشيال ميديا بيقيت او على الترند خاصة بيستفزوا بعض وبيبتزوا بعض ليجي مصاري بيبتزوا بعض يعني مثلا انت فيك تجي لك انه انا ما بدي اطلع عليكي هذه الاشعه بدي اقول بدك تعطيني مصاري لما اطلعها على الفيسبوك مثلا بتصير او مثلا اللي بيقهرك او بتتفاجئ انه معك ناس عمره 40 سنه عم يطلعوا يعملوا هذا الشيء تبع المراهق لكن ما عمت ليش عم تقولوا انه جيلنا جيل المراهقين منحرف لا انتم المنحرفين يعني هي مش قصه باللبس وطريقه التعاطي وشو عم بيصير على السوشيال ميديا هي القصه انه ما في كنترول وما في حدا بيحاسب حدا قد انت مثقفه قد انا بشتغل على حالي نحن بنطلع ولا شيء بيطلع هداك الشخص اللي هو عم يعمل كل هيدا هو بيطلع له ترند وبيطلع والعالم بتطلع فيه ولانه طلع مصاري بيصير هو الاقوى ما هي مشكلتنا وطول عمر الادوكيشن ما بتطلع مصاري يعني مشان ما نضحك على حالنا بس هي الاسمى طبعا <تصفيق> بس ببلادنا ما في شيء اسمه اسمى ببلادنا في شيء اللي بيطلع مصاري اكثر او بيحكي يعني انت فيكي تطلعي هلا على الفيسبوك تقولي انا متخانقه مع زميلي الاعلامي كذا لانه كذا 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 قد ايه بتكوني في العالم تفتح صفحتك وتصير تبعت لك وتعمل وتس... ما بيتابعونا ما... الا بالاخبار ال اللي, اللي هي... فيها مشاكل بينما هلا مثلا بينا... اطلع انا اقول انه مثلا نحن عنا مؤتمر عنا <applause> عنا كتاب مثلا كنت هذيك مره بتوقيع كتاب انه لايكين ثلاثه اطلع انا حط صورتي انا وقاعده هيك بيجيني 500 لايك مثلا لك نحن مجتمعنا هذا هو انتاج الفراغ للاسف انه والكبار المسؤولين بدهم ينتبهوا لهيدا الشيء، إذا منتبهين وهن ما عم ياخذوا أي احترازات هون المشكلة لأنه ببلاد برا في أوقات بتتوقف أبليكاسيون بسبب هيدي المواضيع، نحن عنا بلبنان كله كله مفتوح سياسياً واجتماعياً وتربوياً شو ما بدك يعني أنت فيك تطلعي يكون عم يحكي حدا على التلفزيون يطلع واحد تاني ضد واحد تاني معه ويتخانقوا مع بعض ويكسروا ببعض ويطلعوا ترندات وهن نحن قاعدين عم نتفرجع. عرفتي؟ هيدا هو للأسف قد بتشوف اليوم لازم المدارس كمان يكون في عندها دورات لاساتذتها لطلابها حتى الاهالي بيسوى انه كمان يكون عم ينعمل لهم دورات تدريبيه لحتى ليتوجهوا بكيفيه الاستفاده بطريقه ايجابيه من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كيف باي طرق لازم يبعدوا عن هالموضوع؟ نحن آه بدي اقول شيء كثير مهم سؤالك مهم لسبب واحد انه انه نحن عمل الاهل اول شيء رفضوا والمدارس رفضت من سنين مش هلا ولكن ايمتى بعد الكورونا سبحان الله اجت لا تكرهوا شيء لعله خير لكم انه قصه الكورونا خلت المدارس تفهم انه بلا تكنولوجيا التكنولوجيا والتربيه لانه انت بتيس يعني انا ما في تكنولوجيا لوحدة هيك بيّة بدون ما حد فيها مي الاشرف فيها مي او حد فيها شيء ما لا استعمل تكنولوجيا نفس الشيء اذا بتر... اذا ما كنت عم تستعملي بقلب الصف كيف تشتغلي باوربوينت كيف تشتغلي مع التلميذ كيف تحمسيه كيف تشتغلي الطرق النشطه فرحنا على راحوا الاهالي على المدارس على على برامج تدريبيه ولكن استغلال البرامج التدريبيه يعني بيجي واحد تاجر بالكمبيوترات بده يستغل انه ينعمل مثلا برامج تدريبيه تجيلك لك معلمه ما بتعرف التكنولوجيا بدها تروح هي تعلم تدرب الطلاب بدها تاخذ مصاري بتجيكي مدرسه بتقلك نحنا بدنا نزيد حصه مدري بقلب المدرسه بس هي ما بتعرف في مدارس بالمقابل صح. في ناس يعني انا بدي تحيلة تحيه ناس بعرفها مش يشتغلوا بالتكنولوجيا عم يشتغلوا صح عم يفوتوا التكنولوجيا بالتربيه عم بيكون عندهم فريق مهم انه يعطوا بقلب فالتدريب مهم جدا وخلق الوعي حول الموضوع اللي ليه. هل اللي عم طروحات كتير ناس انه انا لشو؟ شو بدي اعمل؟ شو بيفيدني؟ شو بيفيد هذا ابني؟ طب انا بالامتحان الرسمي حيمتحن فيه مثلا ما هو حيتفاجئ الولد انه نحن حتتفاجئ انه نحن هو ما في شيء منهم بعد بالامتحان الرسمي عم بيصير لبعدين، بس هو اذا تمكن منهم مع مع التعليم اللي هو في تعليم مع الفورماسيون انيسيال الليسونس له اللي هذا ممكن انه الولد احلى من 100 دكتور يكون عم يشتغل بمجتمعه انت شفت انه اوقات بيعطوك مثل انه انا هيدا انا مع التكنولوجيا طبعا ولكن بدها وعي وبدها تدريب بس يعني. بطريقه انه ما تاثر على المستوى الثقافي طبعاً. المستوى المعرفي لانه كيف ما طلعنا يا ريما وكيف ما نزلنا ما إنا غنى عن الكتاب وعن القراءه أه. يعني ما تاخذيني انا اذا ابني عنده بحث بالجامعه بالمدرسه باي مكان يعني بخمس دقائق بيطلع لك اياه عن جوجل وبيكتب وبيعمل وبيغير إيه إيه كم كلمه صح صح. بس في لما انا شغل راسي ولما انا اكتب ولما انا ابحث ولما انا افكر هيدا هون التكنولوجيا هيدا هيدا التكنولوجيا التربيه بدها المفكرين إيه؟ الباحثين ارسطو افلاطون هل هل الكبار يعني انه اذا هالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا بدهم ياخذوا محل كل هالمفكرين الكبار لا هو ما لازم بعدين بدي لما كان ما كنا نفس الشيء نعاني من رفقاتنا سوري نعاني من رفقاتنا انه يروحوا يعملوا على الجوجل او نحن ايامنا ما كان في ما يعملوا البحث او يعملوا ما نقول نفس الشيء هلا ولكن هلا فرقت انه انت فيك تعمليه ما حدا بيعرف انك انت نقلتي لا والحلو هلا كمان التكنولوجيا الجديده انه بتكوني عم تحكي بيطلع لك النص تبع يعني على الفويس يعني انت عم تسجلي مثلا ممكن صوتك ممكن حدا يسجلك صوتك و... ما تكوني انت يعني خطي... هون خطوره هون خطوره كمان انه انت عم تاذي اشخاص من وراء هذا الذكاء الاصطناعي مشان هيك بده يكون في رقابه بده يكون في ضوابط في طبعا. حوافز معينه طبعا حتى تكون الامور كلها طبعا يعني انتم لازم كمان يكون بقلب المؤتمر شق قانوني بالموضوع حطينا نحن بالمناهج الشق القانوني حيكون في عنا حدا الدكتور معايته من الاردن جاي حضوريا على اربيل من الاردن ليحكي بالموضوع الشق القانوني والمناهج وبالبحث العلمي كمان حطينا الطب والقانون وكل هذه التفاصيل والاخلاقيات البحث العلمي ما تنسي بعدك عم تقولي ذكاء الصناعي بحث العلمي نقلناه ما حدا في ناس ما بتعرف في ناس يعني قدموا سوري روح يعمل ماجستير بخلصها بسنه في ناس تبقى اربع سنين انا كنت أبقى اربع سنين مثلا اقول يا عمي كيف عم يقدروا في ناس بتنقل ويمشي الحال ما هون كمان انت الاخر هل عم بيتابع ويعمل كنترول لانه كمان انه اذا نحن كلنا ما نساوي مثل بعض لا يطلع رفيقي إيه. اهم مني عمل نقل وسوى وانا اللي, اللي تعبت لا بقول لها كان خلي يجي كل شيء بالهين يا ولا انا غلطانه هيدا هو اللي بدي اقوله مشان هيك نحن بحاجه لتوعيه المجتمع الاهالي المضرة انه هي منا تجاره، هي بالعكس بدها تكون بكل ماده، هي بده يكون الولد عارف انه نحن رايحين على تكنولوجيا التربيه لتهون حياتنا لنكون عم نشتغل طرق الناشطه لنكون انا مبتكر، هل في كثير مدارس هيك؟ شوي شوي بعتقد انه بتوصل الامور لمرحله انه انه نقدر نقول انه هي فاتت التكنولوجيا على على صفوفنا على طلابنا على اهالينا ولكن تعطي نتيجه مهمه باذن الله كم يوم المؤتمر بالاردن كمان يومين 18 و 19 اغسطس بفندق فنار بالاس طبعا <applause> هون بلديه المراجع بوجه لهم على طول مشاركين معنا بالضاحيه الجنوبيه ان شاء الله قريبا بكون عندكم نشاط كمان جوا آه حيكون يومين ان شاء الله بس الوفد اللي جاي كمان جاي من لبنان جاي 10 اشخاص من 17 ل 20 معنا ب بي آه باربيل اكيد وزاره التربيه اللبنانيه حتكون ممثله بالدكتوره حريه باز باذن الله بنتمنى آه كمان مشاركه معنا مؤسسه طلال ابو غزاله مركز التربيه شو بتعتقد في شغل عم تحضروه مع اساس طلال بهالموضوع؟ نحن آه دجا كان عندنا كجمعيه اتفاقيه بشهر ثلاثه الحمد لله تمت الاتفاقيه واجت الدكتور طلال الله يقوم بالسلامه هلا عنده وعكة صحيه سلامته وبشهر حزيران شفت خرج لطلابي بالورش حول الذكاء الاصطناعي يعني انا كمان كرمنا نحن وزير الاعلام بكرمناه هي هذه الصور كرمنا تكريم كتير حلو لألو بيستاهل كل الخير يعني ان شاء الله قريبا بيكون كمان هيك لانه انتم مبادرات وهو كمان بيعمل مبادرات مجتمعيه فقريبا نحن هو بالمؤتمرات طبعا مؤسسه طلال ابو غزاله معنا وعلى طول عم يكون في شغل نحن وياهم بخصوص مش بس ورش هلا في برنامج تدريبي عندهم دار الاستشارات مم. كمان موجود عم نشتغل نحن وياهم برنامج تدريبي بخصوص كثير امور تربويه وثقافيه واعلاميه شو حلو الحمد لله يعني مع اهم شخصيات الشخصيات اللي, بت... اللي بتشتغل دكتور استاذ مش حيلا نحن مش بنجيب حدا نعمل شو اوف نقول نحن آه، عم نعمل والله العظيم اوقات يعني انا هلا هلا بصير خلص المؤتمرات بدي بعدني بلا نوم انا هالفتره ليكون كله مجهز كما يجي احنا ناس بنشتغل الحمد لله بنحب الحياه الحمد لله بنحب بنحب ايه؟ نتالم تنعرف قيمه الشي اللي عم نعمله ايه؟ عن جد صح انا ما فينا نحصد شيء هيك بسهولة يعني مثلا أنا وياكي مقضي حياتنا مسافات على الطرقات كل يوم أيوة من مسافات بعيدة اي أيوة صح آه أنا من عكار بيروت بيروت عكار مثلا ومشاريع وبعلمك بكون عم علم هون بكون صرت بالجمعية بكون صرت بالسجن شفت بكون, بكون سافرت بكون يعني أنا بحب هيك بحب الحياة يعني اكتسب منها القوة بالتعب صح بالألم بهيك ما بحب انه يجيني كل شيء هيك على كنا انا كنا برفض ببع... هذا الشيء كنت بعقلين في توقيع كتاب استاذ ولي زين الدين اللي هو مسؤول المنح الخارجي بوزاره التربيه والتعليم قال لي بدك تحكي كلمه بالافتتاح برعايه تيمور نائب تيمور جنبلاط والله انا ورجعه بالليل يعني كانت رفيقتي كريستال هي عم عم تصلي وانا عم بقرا الفاتحه لانه داير القمر طريق... طريق خطر يعني كيف يعني هي قلت لها سوي بتطلع عندي اعصاب لانه طرقات الجبل قلت يا رب دخلك انه الحمد لله انه الله بيسر نحن بتعرف نحن يعني يعني مثل ما انتم اولاد شو بيقولوا اولاد يسوع يعني اللي هو الالم والالام لحتى توصلي ونحن امبارح كان عندنا العاشر الامام الحسين واستشهد كرمال الامه آه كرمال الامه يعني وعظم الله اجرنا كلنا لانه نحن كانبيائنا والائمه عملوا كل هيدا لنحن نعيش نحيا يعني هيدا الالام ما فيك تقولي انه انت انه انت انسانه مسلمه او مسيحيه اذا ما تالمتي ولا توصلي لتعطي المجتمع، انا بقول لا انا معنويا مستفيده كثير بالعمل يمكن نحن ماديا كثير بعدنا شوي اكثر خيري، بس انا معنويا كثير مستفيده كثير العالم بتحبني كثير صار عم يوصل اسمه انت ليا كمان بس انه كمان عم نعطي جهد انه انت اوقات ما بتنامي الا ساعتين، اوقات بتكوني ببيتك ما قادره تشوفي عن جد انا بكون ببيتي ما قادره احكي مع مع, 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 مع ابني او بس انا هيدا الشيء بيعطيني فرح <applause> الحقيقه بحب ذلك اوقات ما بنقدر والله العظيم بقعد اوقات بقول ما حدا يحب عبي وقتي بقصص فيها ثقافه بقصص فيها فكر بقصص فيها سعد الاخر بقصص بتسكنني يعني للاسف ما عندي وقت ضيعه على قصص يعني ما بتعطي قيمه للانسان كانسان طبعا مشان هيك انا هيدا السؤال بسال اليوم اين الانسان اليوم في مجتمع الحداثه والتطور والتكنولوجيا هل سيتحول من الانسان الى انسان الغايه ام الى الانسان الوسيله انا هي الاشكاليه الثانيه هم خلالك انت اللي عم تعمليه هو عم تعمل الانسان هو الاساس نقطه ثانيه نحن ما بننسى قد كرمتينا هذيك المره لانه اشتغلنا مبادرات يعني انا بعرف انت كرمتينا منك يعني كجمعيه الموجودين بس كمان انت انت والرئيس الجمعيه بعرف انه ما في دعم هيدا لو لوحده انت عم بتطلع فينا ونحن عم نطلع فيك بيعطيك زخم انه الله في حدا قال لي مرسي. طب نحن بنقول بالقران رب العالمين بيقول لك اذا ما شكرت العبد كانك ما شكرتي الله يعني لازم تشكر العبد اللي هو حدي، يعني انا لي اذا ما شكرتها وعطيتها جميل لانه انت لي انت كرمتيني هون الله ما بيقبل لي شيء لانه لازم نشكر من لا نشكر العبد لا يشكر الله طب كيف انه هيدا بحس انه الانسان موجود بس وين م. وين اللي عم بيصير هذا يعني ما حيقلب الحق باطل ولا الباطل حق بدي اقولها ارجع كررها ابدا <applause> نحن بنفكر انه قلب انه صار هيدا لانه هيك لبست ولانه هيدا عنده حزب سياسي او لانه هيدا مدري شو ان وصل يعني لا ما حيقلبوا الحق حق والباطل باطل وبرجع اللي عم نعمله نحن بنعرف انه في كثير ناس بتوصل بس لوين وايمتى وكيف شو وصلت عملت الانسان وسيله لتوصل من انسان من جسر مش وسيله اكثر جسر توصل نحن لا نحن عملنا الانسان هو الغايه النهائيه انه ربي فيه هيدا المواطنية يا عم تقولي بدنا نعمل مواطن صالح هيدا الانسان اللي هو موجوع بالحبس انت عم تروحي لعنده اللي هو لو كان اخطا ما, ما من منكم ما لم يخطئ فلا بحجر اي انسان نحن نوقف اللي ما اللي ما اخطا يرميها بحجر نحن يعني نفس الشيء التوبه الله, الله الله فتح نعم. باب التوبه من نحن مين ما نجي نحن بتروحي على الحبوس قد بتبكي وبتشوفي قدامك بس قد انت مبسوطه انك عملتي بتروحي عند اولاد الشهداء بتروحي لهون على المناطق الاكثر فقرا المناطق الغنيه ما بدها والاغنيه ما حيخليك تشتغلي صح، في ناس ما بداكي لانه بده بده المجتمع يكون فقير، بده المجتمع يكون في... فيه في سجون، فهيدا لوحده قد ايه بتكوني عم تعملي قد ايه بدك تاخذي لتروحي على هيدا، قد ايه تتكلفي منك بس بتنبسطي انت اخر النهار انك انت تح... في في واحد من الاحداث عمره 13 سنه 14 سنه ضحك امه انبسطت انك رحتي لعنده يعني انا واحد الله حتنزل دمعتي انه ما عم بتخيل انه قد في ناس بالحبس بيكونوا اوقات عنجد جد ارتكبوا اخطاء مره واحده بحياتهم بس انحبسوا لانه في ناس عم ترتكب كتير اخطاء ليا بالحياه عم تبقى برات الحبس في ناس عن جد جوا بتستاهل انه تطلع للحياه يعني خصوصا الاولاد اللي عمرهم 13 و14 سنه للاسف يعني ومشان هيك قلتي دور الام والبي وينه دور المجتمع وينه انه نحن نشتغل على هودي العالم مش بس نطعميهم ونشربهم للاسف هذا بدي اقوله مجتمعنا نحن بده صلاة بده معجزه مم. انا بقول علنا لانه الشيء اللي عم نشوفه غير مقبول غير مقبول ليه هيدا عنا بلبنان يعني انا مع بدنا هالمدارس هيدي السنه اول ما بتبلش الحقيقه آه انا عم بحكي ك... كاستاذي يعني بعطي بمعاهد جماعية وهيك انه لازم يكون في تنشئه للاهل قبل الطلاب هالام هالاب طبعا تنشئه شوفوا اولادكم لوين طبعًا. بدهم طبعًا. يشوفوا انه انه هل اللي عم ياخذوه بالمدارس او بجامعاتهم والمعاهد عم يطبقوه بالخارج بخارج المدرسه خارج المنزل يعني عم طبعا نحنا تحت سقف تحديات خطيره خطيره تهدد كياننا كانسان هيدا اللي هون عم بلبنان اذا رحتي لا بقى انت شفتي كنتي بتسافري كثير وبتشوفي نحن بلبنان لانه في مبادرات فرديه وانسانيه عم نتخطى بعد الصعاب بس بينما لانه نحن نحن انسان انسان عالمي مش انسان بس بلبنان الضعيف ما كان فيك تكوني عم تناصري بينما روحي شوفي ببعض الدول العربيه بالحب بالسجون عمرهم 10 سنين بفوتوا بقضيه عاديه يمكن يكون شم شويه مخدرات عم يظهر تاجر مخدرات للاسف يعني هذا سرق هون خبز لياكل ظهر حرامي كبير ايه طبعا محن 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 مش حرام يعني, يعني المهم نحن انسرقنا نحن موجودين بعدهم عايشين انسرقونا وما حدا عم يطلع وينهم شو الـ شو المشاريع القادمه؟ إحنا يعني بعد أنا... المؤتمرات في شيء اوسكار بي... نحن اكيد عنا نحن ان شاء الله حيكون عملنا اوسكار بالجزء الاول ان شاء الله بتكونوا معنا باوسكار بالجزء الثاني مبدعي العرب افريقيا اللي منظم من قبل جمعيه من الشباب الافريقي طبعا قريبا باذن الله بعد منه حيكون في عنا مؤتمر جوده التعليم بالشرق الاوسط منظم يو سي ال هي جامعه بريطانيه ومن قبلنا كجمعيه ومن قبل كمان جامعه المعهد اللبناني لاعداد المربين بجامعه القديس يوسف حيكون ب 11 10 بجامعه القديس يوسف كمان هيدا عم نخطط له الحمد لله مش الحال حيكون بشتاء فرانكوفوني كثير حلو للطلاب مجانا مدعوم من قبل السفاره الفرنسيه مشكورين والمعهد الفرنسي باذن الله بالشتاء هيك الاولاد نجمع 700 تلميذ حوالي العيال كثير ليكونوا مبسوطين انه يعني عم بيقضوا وقتهم عم يدفعوا ليروحوا على على أندية لغة فرنسية عم يكونوا عم يشتغلوا معنا اللغة الفرنسية إن شاء الله على طول بتنحطوا بالأجواء بإذن الله يعني ريما انا بدي هنيكي على كل شيء عم تقومي فيه بعرف ما بتنام يعني 24 24 خليها تنحل بالحقيقه انا بدي اقول لك من يومين نمت الساعه 8 بالليل فكروني ايش بنشي نمت من 8 للوحدة بالليل انا ما عرفت حالي كيف نمت لانه ما عرف عن جد ما كنت نايمه أفكر خافوا علي بالبيت ضحكت قلت لهم عن جد بحياتي لي يمكن شيء 10 سنين ما نايمه بهالوقت بس الحمد لله كثير مبسوطه باللي عم بعمله خصوصا عم اشتغل مع الانسان ويشوفونا نحن نحن عم نشتغل تجاره شوفونا شو عم نشتغل وشو الحمد لله ونحن نحن عندنا شغل لانه خاص نحن بجمعياتنا نحن بنقدم لجمعيتنا هذا اللي بدي اقوله اكيد ودائما يمكن هلا كمان بس تبلش المدارس المعاهد بلش عندك ورشات عمل مع السفاره الفرنسيه أكيد. بكل مناطق هلا روح. السفاره عندنا شيء الحمد لله معنا مع المعهد الفرنسي حيكون حنعمل كور بريباراتوار للاساتذه كيف يعملوا دالف عنا عشر ساعات نبلش نحن إحنا هني برنامج كثير مهم كتير مهم وعطونا هادك مرة عملونا انه كيف تشتغل فيديو كيف نعمل الشونسون حنعمل مع تلال ابو غزاله كمان معنا الصديقه دكتوره منال خاطر حنشتغل على اشراف التربوي حنشتغل عده الحمد لله عده ورش تدريبيه طبعا وحنفوت كمان على جامعه يوسف على طول مع هذا اللبناني يعني عنا نحن يوم بروجرام كثير مهم كل سنه الحمد لله الله ما قطع عاده وعم يكونوا عن جد روعه اللي عم يعطونا اياهم لانه عم ياخذوا هالشهادة هم مبسوطين المتدربين لانه عم بفيدهم بسوق العمل الحمد لله يعني مع عدة بارتنر بإذن الله يعني نحن بختام الحلقة ما فينا إلا ما أتمنى لك التوفيق ودي هنيك بقبول رسالة الدكتوراه ايه أنا اليوم م... الحمد لله إن شاء الله يعني راحت يعني لازم يكون مناقشة من هلأ لشهرين يعني وشكون خير علي يا رب يعني بإذن الله إن شاء الله أكيد نحن من أول ناس تستحق مستحقة وإن شاء الله بيكون هالمؤتمرات تكون مثمرة تكون حملة كل خير للإنسان بشكل خاص ولهالتربيه اليوم يلي فعلا هي بحاجه ل لنهضه جديده كي تواكب التطور الحاصل والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لانه ما فينا نحن نكتفي بالشيء اللي عندنا اياه اذا ما طورنا حالنا اولا وطورنا كمان المناهج كي تراعي هذا التقدم التقني والثوره الرقميه شو بتحبي تختمي بكلمتك؟ بدي اقول لك شكرا لي على كل المبادرات على هذا البرنامج اللي كثير حلو على صوت فان هذا الاذاعه اللي هي بتشتغل على قضايا الانسان والانسان النهائي شكرا على كل الانشطه اللي عم تعمليها عم نشوف نحن واكيد قريبا يعني وعلى التكريمات اللي عم تعطيها لتقولي انه هذا الانسان قد موجود بهذا المجتمع ونحن حابين نكون نحن حده وان شاء الله على طول يعني نحن وياكم ببرامج حلوه باذن الله حبيبتي شكرا وعن جد بدي أوجه بدي اقول الف سلامه على الدكتور طلال ابو غزاله وان شاء الله يا رب قريبا وشاركتين عليه كمان نحن اكيد بنطمن عنه من خلالك بوصلنا دكتور ديما شكرا لك على حضورك اكيد نحن حنكون على تواصل معك خبرينا حيثيات المؤتمر باربيل بي بي بالاردن التوصيات بتبعتينا اياهم تنقدر كمان نحن نستفيد منهم أكيد. ونفيد المجتمع حيث وجدنا حبيبتي شكرا لك شكرا لك مستمعينا يعني مثل ما استمعنا من دكتور ريما يونس تحديات تربويه كثير كبيره اليوم نحن واقفين امامها هيدا الشيء بحاجه لوضع استراتيجيه وخطوط عريضه لحتى نكون عم نواكب هالثوره الرقميه والتطور التقني والتكنولوجي او ما يسمى اليوم بعصر الذكاء الاصطناعي، ما في شيء بيخوف من شيء اسمه الذكاء الاصطناعي، نحن مع التطور مع هالجلوباليزاسيون يلي هي موجوده العولمه بكل ابعادها، انما بده يكون عندنا منهجيه واضحه بالتعاطي ما بده يكون عندنا دورات تدريبيه خاضعين لها لحتى نقدر نواكب كل هالتطورات التكنولوجيه لانه اذا ما تم استخدام بطريقة صحيحة هناك خوف على أخلاقنا على اجتماعياتنا على مبادئنا وعلى تربيتنا شكرا لطيب المتابعة إلى اللقاء شكرا لك.